من ضمن الاسئله السلام عليكم كنت بسال انا جاي لي عقد عمل في البحرين ب 900 دينار هل ده كافي للمعيشه و الادخار يعتبر نوعا ما كويس توكل على الله صلي صلاه استخاره توكل على الله في ناس ممكن تكتب على تجربه الفرصه منين احنا مش لاقيين كل الحاجات دي ولكن توكل على الله وقول يا رب ربنا يكتب كل في الخير بإذن الله آه عملنا فيديوهات كتير بخصوص البحرين وبخصوص فرص العمل فيها وبخصوص كل ما يتعلق بالتكلفة إلى آخره شوفوها المزيد من المعلومات بخصوص التكلفة في البحرين 900 دينار ما شاء الله يعتبر راتب كويس كافي للمعيشة وإن شاء الله تدخروا منه وربنا يكتب لكم إن شاء الله الرزق الحلال والوفرة بإذن الله تعالى اكتبوا لنا في التعليقات لو حد عنده تجربة في السفر للبحرين يا ترى إيه رأيه في 900 دينار هل يعتبر كويس ولا لأ وربنا يوفقكم اكتبوا كل خير بإذن الله لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لمتابعة كل جديد وبالتوفيق